السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الذهب والدولار، الدولار والذهب. الذهب النهاردة ب 1720 جنيه في مصر، برا مصر 50 دولار و60 سنت. لو قسمت ال 1720 جنيه على 50 دولار و60 سنت هتلاقي ان الدولار بيساوي 33 جنيه فاصل 99 قرش. ده سعر الجنيه المصري بالذهب بالظبط، ده سعر الجنيه المصري امام الدولار، وده السعر اللي وصل للجنيه المصري حاليا واللي هيتم تصديقه في البنك المركزي. سيتم تعويم الجنيه، وتعويم الجنيه معناه ارتفاع الايه؟ الاسعار. تحديث بسيط، بعد تسجيل الفيديو ومونتاجه جرام الذهب ارتفع كمان 80 جنيه، يعني السعر الاجمالي دلوقتي بقى 1800 جنيه لجرام الذهب، يعني الدولار عدى ال 35 جنيه في سعر الذهب. وده اللي السيسي خرج يمهد ليه النهارده. قال لك اعمل ايه؟ قولوا لي انا اعمل ايه. انا اقول لك يا سيسي، تعملش كباري، اعمل مصانع. تعملش كباري، اعمل مصانع. لا، اعمل مصانع ليه؟ لدرجه ان بصوا السيسي عشان يبرر موضوع الكوبري، اتحداكوا موضوع ان هو بيعمل كباري كتير، اتحداكوا لو فهمتوا الجمله دي. شوف راها انت بقى كده اهو، انا ساكت. فهمت بقى؟ شوف انا سبت 10 ثواني بالظبط سبتهم لك. فهمت بقى من الجمله اللي هو كاتبها دي؟ انا عن نفسي والله العظيم قريت اربع مرات ما فاهم منها حاجه، مش فاهم منها حاجه. فهو بدا السيسي بقى بيتكلم، السيسي وزيره التخطيط وزير الكهرباء واحمد موسى واحمد موسى وكامل الوزير والسيسي واحمد موسى، خرجوا كلهم يتكلموا لك بالشكل ده. يقول لك احنا ما فيش زياده في الاسعار بنطبقها على المواطن المصري، احنا لو طبقنا عليه الاسعار بسعر التكلفه المواطن هيدفع كتير. طبعا كلامه عن الاسعار ده ايه؟ تمهيدا للي هيحصل. اللي جاي حماده، اللي جاي حماده، مش حماده النائب العام اللي هو حماده الصاوي حماده توت، لا حماده تاني خالص. اللي جاي يا جماعه انتم لا تتخيلوه، انتم فاهمين يعني ايه؟ عايزين يخلوا سعر الدولار بيساوي دلوقتي 34 جنيه وهيزيد عن كده وهيزيد. الناس كنت انا رافع فيديو على فكره، ودي البطاقه بتاعته، وده السكرين شوت من الفيديو. كنت انا رافع فيديو بتكلم ان الدولار هيوصل ل 35. الناس دخلت انت بتقول ايه؟ ومش طب هو دلوقتي حاليا بسعر الذهب، الدولار بسعر الذهب 33 جنيه و99 قرش، يعني فاضل قرش ويبقى ب 34 جنيه، بقي جنيه واحد واوصل للي قلت لك عليه وهيعدي الدولار. طب والله العظيم لو الدولار استقر عند 35 جنيه يبقى الشعب المصري ده زعق في بيته والي بالمصري زي ما بنقول. لا، الدولار هيعدي 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 جامد، يعني السوق السوداء بس هيوصل ل 40 لوحده. في السوق السوداء الدولار قبل نهايه هذا العام ما ينتهي هيقفل ليفل ال 30، لازم هيقفل ال 30 ده رسمي، وهيعدي ال 30 وحاجه و30 كمان. دلوقتي سعره بالذهب 33 جنيه فاصل 99 قرش بالظبط. فخرج السيسي النهارده يتكلم، قولوا لي اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه في ايه؟ عملت كباري ليه؟ خدت قروض من الصين، قروض. اتحداك كمواطن بتأدي السيسي تقول لي كم كارد؟ اتحداك تقول لي كم كارد؟ انا اقول لك كم كارد؟ ازيد من 10 قروض. خدت قروض من الامارات، اتحداك كمواطن تقايد السيسي تقول لي كم كارد والفلوس اللي عندنا الامارات قد ايه؟ اقول لك انا 10 مليار و700 مليون دولار. تمام؟ ده قروض من الامارات. خد قروض من السعوديه، اتحداك برضه تقول لي كمواطن بتقايد السيسي، خد كان القروض كم من السعوديه؟ 10 مليار و300 مليون دولار. اتحداك تقول لي واخد قدم لي الكويت 4 مليار دولار. اتحداك تقول لي انا قطر العميله السيسي اخد منها كام قروض؟ 3 مليار دولار. شوف انا بقى اهو، انا بجيب لك بس الدول العربيه. طب اخد من المانيا كام كارد؟ في كارد واحد من المانيا، كارد واحد من اصل 7 قروض، كارد واحد من المانيا ب 6 مليار يورو راح عمل بيه محطتين كهرباء وباعهم وباعهم. تمام؟ اخد كام كارد من من ايطاليا؟ ازيد من 8 قروض. اخد كام كارد من البنك الدولي؟ مصر الدوله رقم 2 في البنك الدولي قروض. اخرها الكارد ابو 3 مليار اللي هياخده على شرائح لمده 40 شهر. اخد قروض من اليابان، اخد قروض الساموراي، اخد قروض من كل مكان، من كوريا الجنوبيه اخد ما سابش خرم ابره
في العالم اللي راح خد منه كارد. كان عايز يروح ياخد كارد من جوانتيمالا بس ما عرفش. كان عايز يروح ياخد كارد من جزر سليمان بس ما عرفش. هو ما عرفش راح جزر سومطرة ياخد منها كارد هناك. قالوا له ما مديناشكم، ما عندناش الاوبشن ده. هو نزل عندكم قال له اه، قال له ما عندناش الاوبشن ده. بقول لك اخد كروت من كل حته وعمل بقى كباري، و90% من الكروت ده كمان اتصرفت على الفساد بتاعه قلاضيشه والكلام ده كله. في الاخر جاي يقول لك قولوا لي اعمل ايه، قولوا لي اعمل ايه، انتوا 100 مليون بيمشي وبيتمشى على الكباري وانتوا فوق. ايه معنى الجمله دي؟ بقول لك سبتك 10 سنين مش فاهم، انا قريتها اكتر من 5 مرات ما فهمتش هو قصده يقول ايه. وفي الاخر يقول لك اصل الرئيس، شفت جريده الدستور بتاعت محمد الباز، يقول لك اصل الرئيس وضح وضح مين يا شويه معرضين، ده مش عارف يتكلم، ده مش عارف، ده عامل زي اللي في اولى ابتدائي مش عارف يتكلم. مع احترامي اللي في اولى ابتدائي اشطر منه واحسن منه 200 مره ومش خاين زيه على الاقل. المهم طلع النهارده عمال يبرر يمين شمال بيبرر، هو شغال تبرير لمصايبه اللي بتحصل وللكوارث الاقتصاديه اللي هتحصل وللغلاء اللي هيحصل على الناس. هو فاهم، هو فاهم اللي هيحصل قد ايه والغلاء هيكون ازاي. اللي جاي يا جماعه اقسم بالله العلي العظيم صعب جدا، صعب جدا. وجاي بقى يا راجل واحد في الكومنتات في بعض الفيديوهات بيقول لي هو انت يعني بتفهم في الاقتصاد؟ اولا انا خريج تجاره جامعه عين شمس، تمام، يعني اكيد بفهم في الاقتصاد بحكم ان انا درستها 4 سنوات. السيسي ده عسكري، فين بقى اللي بيفهم في الاقتصاد؟ فيه فين بيفهم في الاقتصاد يا ابني؟ ديونك كانت كلها في بعضها، كلها في بعضها، انت مش معدي 80 مليار، مش جايبهم، مش جايب 60 ولا 70 مليار. دلوقتي بقينا داخلين في ليفل ال 500 مليار دولار ديون. امبارح بص ده كده على الريق شركات لقطر اتباعت على الريق. وزير الماليه طلع قال لك احنا 80 مليار زياده في الديون السنه دي، 80 مليار 80 مليار وش كده، انت فاكر ايه احنا جامدين جدا امال ايه؟ هو كده يقول لي انا اعمل ايه؟ القروض اللي جبتها من كل حد وصاب عملت بها ايه؟ كنت تعمل مصانع، فالمصانع كانت تطلع انتاج والانتاج يدخل ربح للدوله، الربح يبقى اعمل منه كباري، يبقى اعمل منه كباري. انما لا، هو طالما له شويه مطبراتيه، وطالما انت كشعب بقى، انا مش بتكلم كالشعب كله، طالما بعض المؤيدين انتوا عايزين كده وفرحانين ومبسوطين شيل، مش انت فرحان ومبسوط؟ شيل. وما دام انت مبسوط باللي بيعمله السيسي، اسال الله عز وجل ان يزوده عليك عشرات اضعاف، وان يرحم الغلابه، ان يرحم البسطاء، تمام. فما بقول لك خارج النهارده قولوا لي اعمل ايه، تعمل ايه؟ انت ما سمحت لحد ينطق، ده انت نائب في دمياط طلع يتكلم يا راجل معاك، قلت له انت مين انت؟ فين دلوقتي؟ جاي دلوقتي يقول لك قولوا لي اعمل ايه؟ امال فين فهمناها سليمان؟ وانا بس اللي فاهم مصر وقعدت 50 سنه افهم يعني ايه مصر؟ فجأة كده دلوقتي عايز تفهم من الناس، قولوا لي اعمل ايه؟ بعد ما خربت مالطا؟ اعمل ايه؟ بعد ما خربتها اعمل ايه؟ تعمل ايه في ايه؟ انت خربتها وقعدت على تليه، حلها يا حبيب. مش انت بقى بتاع فهمناها سليمان؟ كل ما تطلع تقول فهمناها سليمان؟ حلها يا عم سليمان بقى، وريني بقى. حلها هتعمل ايه؟ خربتها؟ حلها. وقسما بالله العلي العظيم كونوا على يقين كل مؤيدي السيسي لما تشوفوهم بس كده لا تحزنوا، لا تحزنوا، والله هم لا لا ليسوا بمنأى على لدغات السيسي، وما يفعله السيسي هيطلهم، هيطلق من الغاشم، الحكم الغاشم لعبد الفتاح السيسي ادى الى كارثه اقتصاديه غير مسبوقه في تاريخ مصر. هو ده الوضع، ولسه الناس مش حاسه باللي هيحصل. وكونوا على يقين في فئه من انصار السيسي ستظل تدعمه حتى النهايه، علشان هيكونوا غرقى معاه زي اللي حصل لفرعون. سلام عليكم.